شوبينج صار أهيانا ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بس سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين، ما لكم غير تختاروا وتتصلوا فينا على بس سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الصنف لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير، بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة مايكروفايبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة وتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب $34 ولا دوبل فيتراج ب $60، والأهم مكفولة لسنتين. تصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تشيلو برو الأصلية وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. كلنا عم ننق بدنا نخسر وزن. السر هو إنه نعرق نعرق ونعرق. يوغا بانت سعره $34، هو شورت مصنوع من مادة بتخلي الجسم يعرق 10 مرات زيادة ويطلع كل السموم والدهون، أكيد نحن وعم نحرك والأهم نحن وعم نعمل سبار. يوغا بانت بيوصل لحدود الركبة وفينا نلبسه تحت التياب أو لوحده. بهالطريقة بيكون عم يشتغل على 3 أماكن بنفس الوقت، وهن الإجرين، البطن والأرداف. نقطة كمان كتير مهمة إنه فينا نستعمله كل يوم وما بيسبب أي عوارض جانبية. أما للأشخاص يلي عندهم دهون زايدة على منطقة البطن أكتر من غير مناطق، فيهم يستعملوا يوغا بلت يلي سعره $22. يوغا بلت هو سنتور بينحط على البطن ليدوب الشحم ويساعد نشيل الوزن الزائد. هذا السنتور فينا نحطه وحده وكمان فينا نحطه تحت اليوغا بانت، وهيك بنكون عم نشدد اكثر على منطقه البطن لنحصل على نتيجه اسرع. كرمال هيك بس سيلر بتقدم لكم عرض، كل ما تشتري 1 يوغا بانت و1 يوغا بلت بتحصلوا عليهم بسعر $50 بدل $56. اتصلوا على 01 44 55 55 ووفروا على حالكم عذاب، ومنوصلهم لعندكم فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. اجمالا مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارت طول رح تزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا وهي كفيلة بأنه تزيدلكن طولكن لحدود 5 سنتيمتر. سمارت طول ما بتسبب وجع وما إلها أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها. قطعة الرابر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز ويكفيكن تتحركوا برياحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارت طول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية اللي بتتعب وبتوجع الظهر، ويكفيكن تلبسوا حيلا شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن ياه من سنتيمتر لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارت طول جوات الشوز، وهي كفيلة بأنها تزيدلكن طولكن لنتيجة أحسن. وحتى تتعودوا عليها أكثر وأكثر بدكن تستعملوا قطعتين من سمارت طول، وتدريجيا فيكن تزيدوا كمية السنتيمتر، وبعد مرور أسبوعين هيك بتتناسب مع أجركن وبتاخد الشكل المناسب جوات الشوز. بس ب$20 فيكن تحصلوا على سمارت طول، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكن بلا أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. كلنا منضل عم نركض ورا الوقت، وكل ما سرعنا طريقة شغلنا كل ما استفدنا من وقتنا. فيجي كولر اند ميكسر منقرة على الكهرباء سعرها $40، بتنقر الكوسة، الباذنجان، البطاطا، البندورة وكل أنواع الخضرة والفواكه يلي بتخطر على بالكن.
فيها زر كرمال تخفيف وتسريع عملية النقر. مش بس منستعملها للنقر، بيجي معها كمان راس تاني وهو عبارة عن ميكسر أو خلاط. فينا نستعمله للجاتو، للسوس بلانش، للكاسترد، للأومليت، للمغلي ولكتير إشياء بدها خفء وتحريك. بأربعين دولار فيكن تحصلوا على فيجي ميكسر. بدكم بس تتصلوا على بس سيلر على الرقم 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دايما تتصلوا على بست سيلر على الرقم 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على ام تي في. Thank you.